في موضوع أو في شأن بيين الآن، سيتم إرجاع نفايات الإيطالية الموردة بطريقة غير قانونية إلى تونس منذ سنة 2020 إلى البلد المصدر على أول باخرة تابعة للنقل البحري أركاس ابتداء من 19 فبراير الجاري. بلاغ صدر اليوم عن وزارة البيئة أوضح أنه تم إمضاء اتفاق مؤسساتي بين تونس وإيطاليا يوم 11 فبراير الجاري بخصوص إرجاع النفايات إلى إيطاليا، وذلك استكمالا لمسار التشاور بين البلدين والذي انطلق منذ سنة 2020. ولمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة الهادي أشبيلي. سيد أشبيلي، أهلا بك وشكرا جزيلا لك على التدخل معنا عبر الهاتف. إذا لو تقدم لنا تفاصيل أوفى حول الاتفاق المتعلق بكيفية إعادة هذه النفايات إلى إيطاليا. شكرا وشكرا للمتابعين والمشاهدين. هو في الحقيقة عمل دؤوب على امتداد حوالي سنة ونصف بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية من وزارات ومجتمع مدني وبدعم ومتابعة من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، أفضى إلى إبرام محضر اتفاق تعاون مؤسساتي يوم الجمعة الفارق 11 فبراير 2022 ينظم عملية إرجاع النفايات التي تم تصديرها بصفة غير قانونية إلى تونس. هذه النفايات الكمية متاعها حوالي 8000 طن، منها 6000 طن تقريبا مسترجع يوم السبت القادم 19 فبراير 2022، والجانب الإيطالي قام بكافة الإجراءات اللازمة، وهذه من حصيلة عمل دؤوب على امتداد حوالي سنة ونصف من العمل بين الوزارات المعنية وعلى المستوى الوطني، وكذلك من خلال متابعة لصيقة من سفارتنا بإيطاليا وكذلك المجتمع المدني بتونس وبإيطاليا. سيد شبيلي، عفوا، هل هناك تعويضات للدولة التونسية في هذا الإطار؟ الأكيد المؤكد أن عملية التصدير هذه صارت بطريقة غير شرعية، والتعويضات عن الأضرار والخسائر هي محل متابعة من طرف المكلف العام لنزاعات الدولة. احنا الأولوية الأولى حاليا هي إرجاع النفايات، باش ننظفوا ميناء سوسة وباش نزيدوا منه التلوث الموجود به. نعم. وثم في مرحلة ثانية سيتم مطالبة الجانب الإيطالي بالتعويض عن كافة الأضرار والخسائر اللي لحقت الجانب التونسي. طيب، في بعجالة، هل من فكرة عن تقدم التحقيقات بشأن الكميات المحروقة من هذه النفايات في سوسة؟ الكميات المحروقة واللي هي في الواقع حوالي 2000 طن هي الكمية اللي جات لتونس، وصلت تونس حوالي 8000 طن، منها 6000 طن في الميناء وبموقع سيدي عبد الحميد، وحوالي 2000 طن موجودة بمستودع مردين. نعم. الكمية هذه كما يعرف طبعا كما في بالكم تم عملية إجرامية أفضلت إلى حرق هذه النفايات، بقى منها حوالي النصف تقريبا 1000 طن. إلى أين وصلت التحقيقات بشأنها؟ هذه عند القضاء، الموضوع مازال محل متابعة. نعم. من الجهات القضائية. أشكرك. نعم. إن شاء الله في مرحلة قادمة مباشرة بعد استكمال تصدير 6000 طن هذوما حاليا يوم السبت القادم، يتم العمل على استكمال تصدير بقية النفايات المتبقية من الحريق. أشكرك مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة الهادي أشبيلي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات.